السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، وحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي أستهلها ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بأهم العناوين. فرنسا تدعم مشروع اللامركزية بجيبوتي بثمانية ملايين إيغو. وزارة التربية الوطنية توقع معاهدة شراكة مع الأطراف المعنية بالتعليم. لن دوليا أوروبا في سباق مع الزمن لمواجهة سلالة كورونا الجديدة. أهلا بكم. بعد زيارة حافلة امتدت لثلاثة أيام، غادرت السيدة الأولى في الصومال السيدة زينب عبدي معلم في صباح اليوم جيبوتي العاصمة، وكان في وداعها والوفد المرافق لها في مطار جيبوتي الدولي. لدى مغادرتها العاصمة مسؤولون كبار من الحكومة الجيبوتية، من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة منى عثمان آدم. وتقدر الإشارة إلى أن عقيلة الرئيس الصومالي كانت قد وصلت إلى البلاد يوم الاثنين الماضي، وقد أجرت محادثات مع السيدة الأولى السيدة خضراء محمود حيد، كما قامت بزيارة إلى مقر الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي ومدينة عرتا، وخصوصا الموقع الذي عقد فيه مؤتمر المصالحة الصومالية منذ نحو 20 عام. وقع كل من وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد إلياس موسى دوالي، وعمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوالي عثمان، وسفير فرنسا في البلاد السيد أغنو، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية يوم أمس الأربعاء 13 من يناير الجاري اتفاقية تمويل مخصصة لدعم مصالح جمهورية جيبوتي وأنشطة اللامركزية والحكم الرشيد في جيبوتي. وجرت هذه المناسبة بحضور الوزير المكلف بشؤون اللامركزية السيد أحمد محمد عرامز. وتبلغ قيمة اتفاقية التمويل 8 ملايين يورو، ما يعادل من أكثر مليار فرنك جيبوتي، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه والذي سيدعم الحكم الرشيد وتنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية جيبوتي، ويتماشي مع أولويات الحكومة الجيبوتية. كما يهدف المشروع إلى دعم جميع الجهات الفعالة في نظام الحكم المحلي لمدينة جيبوتي بطريقة شاملة، بالإضافة إلى تعزيز برامج بلديات العاصمة في إطار تطوير عملية اللامركزية في البلاد. والجدير بالذكر أن فرنسا قد دعمت أو قدمت دعما ماديا لدفع عجلة اللامركزية بجيبوتي من خلال تطوير التعاون اللامركزي. وفي كلمة للسفير الفرنسي في جيبوتي السيد أغنو في هذه المناسبة عربة عن سعادته للمشاركة في مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية التي تعد خطوة هامة من أجل تنفيذ البرامج المتعلقة باللامركزية بين الجهات المعنية. وقالت تأتي هذه الاتفاقية نتيجة الإجراءات والتبادلات التي قامت بها الوكالة الفرنسية للتنمية وأعضاء الحكومة الجيبوتية بمن فيهم عمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوالي عثمان، وذلك منذ سنوات قليلة بهدف تحقيق مساعينا المشتركة. وقال إن هذه المناسبة تعد أيضا بداية لما يتعلق باللامركزية، كما أن هذا المشروع له أهمية كبرى كونه يعزز مسألة اللامركزية والتي تعد من أولويات السلطات الجيبوتية، ذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. لذا تعتزم فرنسا تقديم الدعم اللازم لجمهورية جيبوتي، وذلك من أجل المساهمة والعمل إلى جانب الحكومة في هذا الإطار. أمين الدولة المكلف باللامركزية عرب عن سعادته للمشاركة في هذه المناسبة المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية التمويل للمشروع الخاص ب
بالتنمية المحلية الذي أطلقته دائرته المكلفة بالمركزية في كل من منطقتي دخل وتاجور، وذلك على غرار المناطق الداخلية الأخرى بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وقال: ومن أجل المضي قدما في تنفيذ مثل هذه المشاريع، قررنا أن نستخدم فكرة العمل المشترك من خلال التعاونيات. وأنا أنتهز هذه الفرصة لأهنئ فريق الإذاعة وفريق الدائرة الاقتصادية ومجمل الشركاء على مساهمتهم ودعمهم لإنجاز هذا المشروع الحيوي بنجاح. وإن دائرتي الوزارية المعنية باللامركزية مكلفة بإنجاح الأنشطة فيما يتعلق باللامركزية، وبدوري سأقوم بإنجاز التحويلات التنموية. وفي كلمة الوزير المالية والاقتصاد السيد إلياس موسى دوالي، نوه على الأهمية التي تكتسيها هذه المناسبة من أجل أن تكون لجيبوتي موارد بشرية ذات جودة وكفاءة عالية. إذا نتابع التفاصيل في هذا التقرير. souhaite voir la ville de Djibouti intervenir efficacement. On souhaite voir la ville de Djibouti avoir une ressource humaine de qualité. نود أن نرى جيبوتي تتمتع بالاستغلال المالي أكثر فأكثر. هذا هو هدف هذا المشروع. كما نتطلع أن ننشئ شراكة قوية بقيادة عمدة مدينة جيبوتي بين البلديات الثلاثة في العاصمة، وتحقيق إنجازات وتحولات تنموية، ونعمل معا بما يتماشى مع البرامج الخاصة لكل بلدية وتحقيق تغيرات إيجابية. وأن هذا المشروع ليس إلا بداية المشاريع الأخرى التي نريد أن نحققها، ونعتزم في هذا الإطار بتعبئة الموارد التي يتعين علينا توفيرها. ولدينا طموحات نسعى إلى إنجازها في جيبوتي في شتى المجالات، وذلك تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلم. ولم ندخر جهدا في سبيل الاستثمار في البنى التحتية الكبرى من أجل جعل جيبوتي منصة اقتصادية على صعيد المستويات المختلفة. ولذا يجب أن تكون مدينتنا ذات جمال وجذابة، ونحن سنقوم بدورنا بتقديم ما يتطلب في هذا الإطار، وعلينا أن نعمل معا برعاية معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود. نظمت وزارة التربية الوطنية صباح اليوم حفل توقيع، وذلك بين الجهات العاملة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث تتعلق هذه الاتفاقية حول الشراكة بين الوزارة والجهات المحلية الفعالة في مجال التعليم. وقد أقيمت هذه الفعالية في قاعة المؤتمرات بقصر الشعب بحضور أعضاء الحكومة والمسؤولين المحليين والمنتخبين والعديد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى العديد من الضيوف والممثلين الدبلوماسيين وممثلين من المنظمات الدولية بجيبوتي وممثلين من بلديات العاصمة الثلاثة والمناطق الداخلية. كما شارك حشد غفير من كوادر وزارة التربية الوطنية وكذلك المجتمع التعليمي، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني وأولياء أمور الطلبة. وبدأ الحفل بتلاوة من آيات من القرآن الكريم، ومن ثم عزف النشيد الوطني. كما تم تنشيط هذه المناسبة بالقصائد الشعرية والأغاني والرقصات الشعبية والفولكلورية. وعقب ذلك تم عرض تقرير يتناول حول الخطوات العريضة في إطار الشراكة الجديدة بين الوزارة والجهات الفعالة في القطاع التعليمي. وإن هذا المشروع يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية الذي أسس ديناميكية التبادلات على أسس الحوار والتشاور. إذا تم خلال هذه المناسبة التوقيع على اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والممثلين العاملين في مجال التعليم في العاصمة والمناطق الداخلية. ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة أشارت في مداخلة لها أن هذه الاتفاقية سيكون لها دورا كبيرا في تلبية المتطلبات التعليمية، كما
تسمح إلى مشاركة المجتمع والجمعيات في تطوير التعليم وحل ومواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها المجتمع القاطن بالقرب من المدارس. مقدمة الشكر والتقدير لجميع الحضور على المشاركة في مثل هذا اللقاء التعليمي الذي يأتي في إطار تعزيز النظام التعليمي في البلاد. بدوره نوه رئيس المجتمع المدني أن المجتمع المدني لن يدخر إذا جهدا في سبيل الوقوف إلى جانب المدرسين والتربويين ودعم المؤسسات التعليمية بهدف تطوير النظام التعليمي في البلاد. إذا رئيس المجتمع المدني نوه أن المجتمع المدني لن يدخر جهدا في سبيل الوقوف إلى جانب المسؤولين التربويين ودعم المؤسسات التعليمية بجيبوتي بهدف تطوير النظام التعليمي في البلاد بما ينفع أطفالنا وأطفال الأطفال الجيبوتيين ونقل القيم والمعايير التي ستدعم الأطفال الجيبوتيين في أن يكونوا غدا مواطنين مسؤولين. عمدة مدينة جيبوتي أوضحت أن هذه الاتفاقيات تأتي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي فيما يتعلق بنقل المهارات، وقالت بموجب هذه الاتفاقية سيدي الوزير أصبحتم أول فعال حكومي يضع آلية واضحة بغية تنفيذ سياسة وطنية للتعليم، حيث ستسمح هذه الخطوة إلى تحقيق تحولات إيجابية فيما يتعلق بالتعليم. وقالت أن وثيقة الاتفاقية التي تضع أسس الجهات الفعالة في هذا الإطار الجديد بين المدرسة والوزارة ستمكن المدرسة من الاستعداد في مواجهة وإدارة تحديات هذا القرن. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ألقى بدوره كلمة عبر فيها عن سروره لإطلاق شراكة جديدة بين الوزارة وجمعيات أولياء الأمور والمناطق الداخلية بهدف تحسين وتطوير العملية التعليمية في جيبوتي. المزيد نتابع في هذا التقرير. C'est pour moi un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cet important événement. إنه لشرف لي اليوم أن أستقبلكم في إطار هذه المناسبة التي تهدف إلى إنشاء شراكة جديدة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والممثلين المحليين للمدارس. وتندرج هذه الشراكة الجديدة في إطار رؤية رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي الهادفة إلى عقد استشارات ومناقشات بناءة مع الشعب الجيبوتي. وأضاف قائلا إن هذه الشراكة تسمح لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى وقوف عن قرب حول احتياجات العملية التعليمية في المدارس، وبفضل هذه الشراكة التي رأت النور اليوم يتعين علينا إلى إنشاء هيئة تضم شبكة جمعيات أولياء الأمور وجمعيات تعليمية وإنشاء لجنة التربية البلدية. وأشير إلى أن جولة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شارع أغسطس الماضي كان هدفها توعية الجهات المعنية حول هذه الشراكة. وأعرب عن سروري لتوقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة التربية الوطنية وجمعيات أولياء الأمور والجمعيات العاملة في الحقل التعليمي تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية. احتضنت قاعة المؤتمرات في أمانة الدولة المكلفة بالمركزية يوم أمس الأربعاء اجتماعا إعلاميا حول أجندة أنشطة الأسبوع الوطني للتضامن الاجتماعي لعام 2021 المقرر إطلاقها في 18 من شهر يناير الجاري. وترأس هذا الاجتماع كل من أمينة العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة إفراح علي محمد وأمين عام أمانة الدولة للمركزية السيد محمد عيسى فرج
وبمشاركة من كوادر الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، بالإضافة إلى رؤساء المجالس المحلية وأمناء عامون. ويعد برنامج التضامن الاجتماعي مظهر من مظاهر التعاون الاجتماعي بين البشر، وفيه تحقق بعض صور التكافل الاجتماعي وتعزيز قيمة التعاون بين أفراد المجتمع. وتندرج أنشطة التضامن الاجتماعي في إطار مساعي الحكومة الجيبوتية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الجيبوتيين في عموم التراب الوطني. هذا وسيتم خلال هذا الأسبوع إقامة معارض في المجالس المحلية الإقليمية في كل من علي صبيح أيضا وتجورة. كما الجدير بالذكر إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن تسعى إلى تعزيز مكتسبات المرحلة الماضية فيما يتعلق بحوكمة الحماية الاجتماعية والمتابعة المنظمة لمؤشر الفقر ومعاييره، وتعزيز آلية التنسيق المتكامل والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الفرص والاندماج الاجتماعي والاقتصادي. لأول مرة في تاريخ ميناء جيبوتي متعددة الخدمات دي ام بي، قامت سفينتان كبيرتان تحمل الأولى على متن 40,000 طن من القمح والأخرى 62,000 طن من الأسمدة، قامتا بتفريغ منتجاتها في الميناء. وتعد هذه الخطوة بداية حقبة جديدة في التعامل مع البضائع، حيث أظهر ميناء دورالي متعددة الأغراض بذلك قدرته وخبرته في مجال الشحن والتفريغ، ويهدف بهدف تحقيق أداء جديد. شهد ميناء جي ام بي تطورا ملحوظا في إدارة الأكياس الفارغة، مما أدى إلى تحقيق حقبة جديدة تلبي المعايير الدولية، وأن عملية التحميل قد لبت المتطلبات النهائية التي تتطلب خلال مدة تقدر 24 ساعة. هذا وسلطت هذه المهمة الضوء على جودة العمل المنجز والكفاءة المهنية للفرق العاملة في الميناء وعزمها في إنجاز المهام الموكلة إليها، وذلك من خلال وضع استراتيجية تشغيلية جديدة تم تنفيذها هذا العام الجديد 2021، والتي تهدف إلى تقليل بقاء السفن على الرصيف أو رصيف الميناء الجيبوتي بشكل كبير. أشار مدير عام ميناء دورالي متعددة الخدمات الدي ام بي أن الميناء شهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة. إذا نتابع المزيد في هذا التقرير مع الزميل أحمد الفيصل. Nous sommes au DMP. Nous avons deux navires. اليوم لقد رست هنا في الميناء سفينتان ضخمتان، أولاهما تحمل أدوات المزارع تقدر ب 62,000 طن، ونرجو أن تستغرق عملية التفريغ بحوالي 6 أيام. هناك أمامها سفينة أخرى محملة 40,000 طن، وهذا سيتم تفريغه خلال يومين. ولأول مرة نتمكن من عملية رسو سفن ضخمة في مكان واحد، وبعد التفريغ ستشحن هذه البضائع إلى إثيوبيا بالقطارات وكذلك بالشاحنات، وكلها جاهزة تماما. هناك مساعدات غذائية وكلها ستصل إلى إثيوبيا والحمد لله. وكما تشاهدون فإن العملية تجري في نطاقها، فإن الموانئ الجيبوتية تفرغ يوميا حوالي 21,000 طن، وهذا يشهد على أن الموانئ الجيبوتية وصلت إلى مكانة تتنافس مع نظيراتها من الموانئ العالمية. وأخيرا أثمن الأعمال الرائعة التي يقوم بها رجالنا الموظفون وبأحدث التقنيات المتطورة، وأشكركم جميعا. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق زكريا الشيخ إبراهيم أمس الأربعاء في مكتبه سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية المعتمد لدى جيبوتي سيد برهانو تسغاي أبرا، وكان برفقة السفير الأثيوبي في هذه الزيارة ملحق الدفاع الأثيوبي والقائم بالأعمال في السفارة
وتأتي هذه الزيارة عقب وصول رئيس أركان القوات المسلحة الأثيوبية بجيبوتي في زيارة عمل استغرقت لمدة 3 أيام يوم الجمعة الماضي، وتندرج في إطار العلاقات المثينة والتعاون المميز بين البلدين. وفي مستهل اللقاء شكر سفير جمهورية أثيوبيا برهانو الفريق زكريا الشيخ إبراهيم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة على الرغم من جدول عمله المليء. كما قدم سفير الأثيوبي باسم الحكومة الأثيوبية الشكر لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي رئيس الحكومة القائد دلة على القوات المسلحة على منحه الوسام الوطني النجم الكبرى في جيبوتي على وسام لرئيس هيئة أركان القوات الأثيوبية برهانو، وذلك تقديرا لنجاح الجنرال عملية الواسعة النطاق التي نفذها الجيش أيضا الأثيوبي في نوفمبر 2020 من أجل تعزيز وحدة الشعب الأثيوبي. إذا كما استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق زكريا الشيخ إبراهيم صباح اليوم في معسكر الشيخ عثمان الملحق العسكري السوداني اللواء أسامة العوض محمد، وتأتي هذه الزيارة الرسمية الثانية من نوعها في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرية بين الجيشين الجيش الجيبوتي والسوداني. وحضر اللقاء المقدم إبراهيم زكريا الشيخ إبراهيم ومدير إدارة العلاقات الدولية والمقدم حسن يوسف رئيس الدائرة العربية في القوات المسلحة الوطنية. وعقب الترحيب تطرق الفريق زكريا الشيخ إبراهيم حول علاقات التعاون القائمة بين الجيشين ولا سيما تدريب الجنود الجيبوتيين، مؤكدا على استعداده الكامل لمواصلة وتعزيز هذه الروابط الأخوية. اختتم الوفد الجيبوتي المكون من الدبلوماسيين والضباط وعساكر المكلف من قبل الدول الأعضاء في قمة إيجاد الاستثنائية 38 صباح اليوم مهمته المتمثلة بالوساطة بشأن الخلاف القائم بين الصومال وكينيا المجاورة. ويضم الوفد الجيبوتي الدبلوماسي العسكري المذكور خصيصا من سفيري جمهورية جيبوتي في كل من الصومال وكينيا إلى جانب اللواء طاهر محمد علي رئيس هيئة أركان الدفاع في القوات المسلحة الجيبوتية والجنرال عثمان نور سوباغلي والعقيد علي آدم والعقيد محمد برخت بالإضافة إلى ممثل الهيئة الحكومية لتنمية إيجاد. وفي إطار هذه الوساطة التي تأتي تنفيذا لمخرجات القمة لهيئة الإيجاد التي انعقدت في جيبوتي مؤخرا أجرى الوفد محادثات مع مسؤولين كينيين خلال اجتماع جمع الأطراف المعنية، حيث شكل هذا الاجتماع فرصة للدبلوماسية العسكرية خاصة جميع التسهيلات التي أتيحت لهم للقيام بهذه المهمة. المستشار بالسفارة الجيبوتية في كينيا شكر السلطات الكينية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال أن مهمة هذه القمة تأتي على خلفية القمة الاستثنائية لقمة دول الإيجاد. إذن التفاصيل نتابع في هذا التقرير. Merci, cher Mohamed. Effectivement, la mission diplomatico-militaire. لقد حظي الوفد الجيبوتي الذي ضم ممثلين للسلك الدبلوماسي والعسكري بحفاوة بالغة من قبل السلطات الكينية، وكما هو معلوم فإن مهمة هذه البعثة تأتي على خلفية القمة الاستثنائية لإيقاف الدول الأعضاء في هيئة الإيجاد والتي انعقدت في جيبوتي مؤخرا في سبيل معالجة الخلاف الحدودي القائم بين الصومال وكينيا. وفي بداية مهمته وصل هذا الوفد الذي ضم أيضا ممثل لهذه الهيئة الإقليمية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، ومن ثم انتقل مباشرة إلى كينيا حيث التقى وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع إلى جانب قائد القوات الكينية. وعقب الاجتماع الفني الذي عقده مع السلطات الكينية
توجه أعضاء هذه البعثة الدبلوماسية والعسكرية إلى المنطقة الحدودية لتقييم الأوضاع الحالية، والتقى بالسلطات العسكرية. وبالفعل أبدى الجانب الكيني تعاونا مع البعثة المعنية بحلحلة النزاع الكيني الصومالي. وفي ختام هذه الزيارة قدم الوفد الجيبوتي جزيل الشكر للسلطات الكينية على حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة له للنهوض بالمهام المنوطة. نبقى في المواضيع المحلية. تتواصل الأنشطة في إطار الاحتفالات بالذكرى 20 لجامعة جيبوتي. وفي هذا الصدد استقبلت جامعة جيبوتي صباح اليوم وفدا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومسؤوليهم، وحضر اللقاء رئيس جامعة جيبوتي والمدير العام للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وأقرب معاونيه، إلى جانب رئيس جمعية فيف بلو فور ومعلمي مركز حماية الطفل. والهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تحديد كيفية عيش حياة جامعية طبيعية علمية لذوي الاحتياجات الخاصة. وخلال هذا الحدث الهام أثنى رئيس الوكالة الوطنية للمعاقين بجهود الجامعة الجيبوتية على العمل الموجز أيضا تجاه الطلاب المعاقين. وفي كلمة لمدير عام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة السيد علي سعيد محمود في هذه المناسبة تطرق حول أهمية وأهداف إنشاء الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وقال إن هذه الوكالة تعد الضمان والتأمين الحقيقي لدعم شريحة ذوي الاحتياجات، وإنها أنشئت خصيصا للوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، وإن كل واحد متواجد هنا ربما يكون يوما من الأيام من هذه الشريحة أو ضمن هذه الشريحة، لأننا لا نعلم الغيب، لذا نحثكم أن تقفوا ما دمتم شباب إلى جانب هذه الشريحة التي تحتاج إلى دعمكم، وإن الوكالة دائما لا تدخر جهدا في سبيل مد يد العون لكل من يعاني من إعاقة ويطلب دعما فوريا. رئيس جامعة جيبوتي في كلمة له أوضح بأن الإعاقة لا تعد عائقا لتلقي التعليم الجامعي والأساسي، وقال إن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة أحيانا تكون أذكى من الطلاب الآخرين، وإن الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بذلت بدورها جهدا جبارا في سبيل ترقية أوضاع هذه الشريحة العريضة من المجتمع التي تعد جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولا سيما أوضاعهم من أجل تعزيز أوضاعهم التعليمية، كما وفرت لهم كافة الاحتياجات التي تعينهم لمواصلة مشوارهم التعليمي الجامعي، وحث طلاب الجامعة إلى دعم هذه الشريحة وإجراء بحوث حول تمكين هذه الشريحة وإدماجهم في المجتمع. إذن أعزائي المشاهدين، والآن ننتقل إلى الساحة الدولية. بعد اكتشاف لأول مرة بالمملكة المتحدة عثر على متغير جديد من فيروس كورونا في 50 دولة على الأقل، وذلك في هونغ كونغ وتايوان بحسب منظمة الصحة العالمية. وبينما يبدو المتغير الذي اكتشف لأول مرة في 14 من ديسمبر في العام المنصرم أكثر قابلية للانتشار من السلالات الأخرى، يقول الخبراء أنه لا يوجد دليل على أنه أكثر فثاكا أو يسبب مرضا أكثر خطورة. وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوع عن الوباء أن المتغير اكتشف بجميع المناطق والسلطات المحلية تقريبا في إنجلترا. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذا متغير منفصل عن واحد،
وقالت أيضا من المعروف أن الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات، وبالتالي ظهور متغيرات جديدة هو أمر متوقع. العديد من الطفرات ليس لها أي تأثير على الفيروس نفسه، بينما قد يكون بعضها ضارا بالفيروس وقد يكون للقليل منها فائدة على الفيروس. إذن إلى الولايات المتحدة لنختتم هذه الجولة الإخبارية المسائية. صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار اتهام الرئيس دونالد ترامب بتحريض أنصاره في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول مقر البرلمان الأسبوع الماضي، وانضم 10 نواب من الجمهوريين للديمقراطيين في التصويت لصالح القرار الذي جاء بنتيجة 232 صوتا مقابل 197. وبهذا أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يعزل مرتين أو يتهمه البرلمان الكونغرس بارتكاب جرائم. وسيواجه الرئيس الجمهوري الآن محاكمة في مجلس الشيوخ. إذن بهذا إذن أعزائي المشاهدين بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. أترككم في رعاية الله وأمانته. إلى اللقاء.